بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة الاستوديو التحليلي لأول مباراة للمارد الأحمر بعد فترة توقف طويلة دامت 5 شهور. طبعا الأهلي وحشنا جدا، كرة الأهلي الجميلة وحشتنا جدا، لعيبة النادي الأهلي وحشونا جدا، انتصارات الأهلي وحشتنا جدا، الأهلي وبطولته المفضلة بطولة الدوري العام وحشتنا جدا، حكايات وبطولات صولات وجولات ذكريات جميلة وفرحة كبيرة أنا عشتها كتير مع نادينا الحبيب وجماهيره العظيمة، أهداف حاسمة ودقائق قاتلة، الأهلي والدوري المصري قصص رائعة أكتر من رائعة. الدوري المصري ليه 7 أبطال أعظمهم عن جدارة واستحقاق النادي الأهلي العظيم، البطولة المفضلة لكل الأهلوية سواء جماهير أو لاعبين، هي فعلا حالة عشق خاصة بين الدرع والمارد الأحمر، عودة الأبطال بحثاً عن اللقب رقم 42. بنرحب بحضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجوم التحليل النهاردة كابتن علاء ميهوب، منورنا. أهلا بك. أيوة أهلا بك كابتن محمد يوسف. أهلا بك كابتن. مساء الفل. أهلا وسهلا كابتن عادل مصطفى. مساء الفل كابتن أيمن. مساء الجمال حبيبي كابتن هاني العجيزي. مساء الخير يا كابتن أيمن. الحمد لله على السلامة، منورنا، منور مصر. أخيرا وبعد غياب 5 شهور عاد مرة أخرى الدوري العام اللي كنا مشتاقين له شوق غير عادي، وخصوصا المنتمين للنادي الاهلي طبعا، لان دي البطوله المفضله للنادي الاهلي وجماهيره. شفنا اول امبارح مباراه الزمالك والمصري. كابتن علاء ميهوب، شفت ازاي ماتش الزمالك والمصري وعوده المسابقه بعد غياب 5 شهور؟ يعني اولا هنتكلم عن عوده الدور العام بعد 5 شهور، فتره توقف طويله قوي يمكن ما حصلتش على في تاريخ الدور العام او اي مسابقه في مصر، لكن الحمد لله ان هي رجعت ورجع شريان الحياه في مصر. لازم نكون يعني صراحه ان الكوره في مصر او الكوره في الجماهير المصريه حاجه مهمه جدا جدا جدا، والناس كلها كانت مستنيه اللحظه دي او مشتاقه لرجوع الدوري. لكن الحمد لله طبعا بشكر مجهود كل القائمين على الكوره المصريه كلها وعلى المسؤولين، هم ايدوا فعلا رجعوا الدوري الممتاز تاني وتبدا الحياه الرياضيه تاني في مصر. مباراه شفت المستوى الفني والبدني ازاي؟ ما انا هقول لك يا ايمن، مباراه مصري والزمالك اللي احنا متوقعينه، يعني لازم الناس كل مش المحللين ومش الناس، لا لازم الناس كلها تتوقع ان هي مش هتلاقي مستوى بدني وفني عالي مع كل الفرق. مع كل الفرق على فكره، ده في كل العالم مبدئيا، خصوصا مثلا تسيب لهم 3-4 مباريات ده الطبيعي على فكره. أيوه. انك مش تلاقي المستوى الفني الحلو وانت تتفرج عليه وانت مبسوط لحد كبير. أيوه. لكن هي كنا اتكلمنا مش في الاستوديو اللي قبليه. أيوة. واتناقشنا الموضوع ده كلنا احنا 4، كان محمد وهاني وعادل وانت. أيوة. على النادي الاهلي لما خاض مباراتين بس وديتين، واحنا فتحنا الموضوع ده وقلنا ان الفايلر واضح ان هو بيعتمد على الحاله الفنيه. أيوة. لعيبه النادي الاهلي، ودي اللي هتفرق يا ايمن في الفتره القادمه. حاجتين الناس كلها بتتفرج عليها الوقت، الحاله البدنيه للعيبه الدوري الممتاز كلها والحاله الفنيه. انا من وجهه نظري اللي حالته الفنيه اعلى وده الحمد لله موجود في لعيبه النادي الاهلي كلها هو اللي هيفرق، مش هياخد وقت عشان يرجع لمستواه، انما اللي معتمد على الحاله البدنيه بس هياخد وقت. اللعيب المهاري او اللعيب التالنت او الموهوب لو بدنيا مش جاهز قوي هيعرف يتصرف، مفيش مشكله على فكره. أيوة. مجهود مش هيبقى عالي بس. أيوة. هيعرف يتصرف، الكره هتيجي هيعرف يعمل كل حاجه. أيوة. غير اللعيب المعتمد 80% على الشغل البدني. أيوة. لما الحته دي تروح منه هياخد وقت عشان يرجع، وياخد وقت ان هو يرجع لمستوى تاني. لكن على المستوى العام ما تتوقعش مستوى عالي. الا لو حصل تبقى حاجه طبعا حاجه طفره شويه. أي. او حاجه يمكن انا متوقعها من لعيبه النادي الاهلي مع احترامي كل الانديه وكل اللعيبه. لكن دايما ابص للنادي الاهلي، النادي الاهلي ما شاء الله يمكن من اجهز واكمل الفرق الموجوده. اللعيبه عن لعيبه الكوره اللي عنده احسن لعيبه موجوده في مصر كلها. فعشان كده مش ما اعتقدش النادي الاهلي هياخد وقت ان هو يرجع لمستواه. ماتش مباراه المصري والزمالك
انا وجهه نظري المباراه مش وحشه ككل ككل مش وحشه. الزمالك قدم مستوى مقبول، قدر يكسب 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري. بدنيا الامور مش سيئه، كويسه. ونفس الكلام للمصري على فكره، يمكن كابتن طارق العشري بيعتمد على الحته دي، وكنا بنتكلم انا ومحمد فوق على كابتن طارق وكده، الحته البدنيه بيهتم بيها عشان هو طريقه لعبه كده متعود عليه. لكن المستوى لسه، بس هو كابتن طارق كان طموحه في المباراه يعني بالكثير التعادل. هو طموحه مش بالكثير، هو كله طموحه في مباراه التعادل. لو جت كره مرتده وقدر يكسب 3 نقاط هو، بص يا كابتن ايمن، هو ده اسلوب طارق على فكره، وانا بحترمه جدا على فكره، مش بلومه، لكن هو دايما طارق بيلعب بالاسلوب ده ونجح فيه مع فرقته، نجح مع 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 الحرس واخد بيه بطولتين. صحيح. لكن هي مشكله وقت الحرس، هي المشكله نوعيه اللعيبه كانت موجوده. بالظبط. نوعيه اللعيبه كانت عاليه جدا وبيأدوا اللي هو عايزه. صحيح. هو بيحاول بيجتهد كويس جدا طبعا يعني، وبيفرق مع كل الفرق، لكن كابتن طارق كان كل امنيته يطلع مباراه الزمالك بنقطه واحده بس. كابتن محمد، كابتن علاء ميهوب كلمنا على حاله مهمه جدا، حته الاستعداد الفني. هو بيقول لو انت فنيا اعلى يعني تغطي شويه على الناحيه البدنيه. طب احنا عندنا كل 3 مباريات تقريبا مباراه، هل كل 3 ايام مباراه، هل المستوى البدني هيتاثر بتوالي المباريات اللي هي كل 3 ايام دي؟ طبعا هيتاثر لو انت بنتابع الاول وصول فريق النادي الاهلي الملعب للمباراه. معانا على الشاشه. ماشي، اتفضل يا كابتن محمد. طبعا هيتاثر لان انت عندك 3 جوانب مرتبطين ببعض. يعني خلينا نقول في ناحيه بدنيه، في ناحيه تكتيكيه، وفي ناحيه مهاريه. الـ3 حاجات دول بجانب طبعا الجانب النفسي او الجانب الذهني، الـ4 حاجات دول تقريبا هم فريق الكوره. اذا انت بدنيا هتبقى جاهز، دي هتخليك تنفذ، وخصوصا فريق زي النادي الاهلي، فريق عنده الناحيه المهاريه، ما هو دي عنده مميزه، لان طبعا لعيبه الاهلي هم لعيبه الجانب المهاري عندهم عالي، عندهم نسبه الموهبه عاليه جدا، وبالتالي هتلاقي الحته البدنيه فيها اقتصاد في الشغل، يعني فاهم قصدي ازاي؟ بينفذوا التاكتكس اللي بيطلبها منهم فايلر باقتصاد شويه. فحتى لو هو لغايه دلوقتي بدنيا مش عالي، لكن هيقدر يشتغل على المطلوب منه بحته اقتصاديه شويه. بس خلي بالك، هو مستر فايلر عنده بطوله تانية قدام طبعا، يعني كمان اقل من شهر. مظبوط. في اواخر 9 بالظبط، في اواخر 9. فانت بتتكلم في يعني عدد من الماتشات هيجهزوه انه يوصل على سبتمبر يكون فعلا في فورمه كويسه. وزي ما قال الكابتن علاء، قال ان انت محتاج لك 4-5 مباريات عشان تبدا تخش في الفورم. كويس. هو هيلعب اكتر من 5 مباريات كمان، خلي بالك انت، وقبل ما تقابل الوداد. أي. هيبقى عدى عليك اكتر من 5 مباريات رسميه. أي. فايلر مطالب على يعني انه عنده هدفين يعني مرتبطين ببعض. واحد انه يمشي يكمل في مسيره الدوري، اللي هو طبعا الحمد لله متفوقين فيها وماشيين بتصدر. مزبوط. وماشيين يعني مش عايز اقول ارتياحيه، لكن يعني عايز اقول ان في يعني المكانه بتاعتك والمنافسه اللي جايه وراك تخليك تقدر تشتغل باعصاب هاديه شويه. هو انا بيفكرني تقريبا موقف النادي الاهلي زي موقف ليفربول بالظبط في الدوري الانجليزي. مظبوط. يعني هو ممكن يحسم البطوله مبكره. مظبوط. هو المفروض يشتغل على دي، يشتغل على انه يعمل بوش جامد قوي في الاول، ويقدر يقتل البطوله زي ما احنا بنقول من بدري. ورقم 2 انه يبدا عينه على افريقيا، عينه على الوداد. لازم يبدا يفكر هيلعب بايه في الوداد، هيلعب بتشكيل عامل ازاي، تغييراتي عامله ازاي، لو حصل اصابات قبل المباراه بوقت قليل ولا حاجه مين اللي هيخش. هشتغل يعني في حاجات كتيره جدا. المفروض يبدا يدخل اللعيبه ال 17 18 لعيب اللي هو ممكن يشتغل بيهم في الوداد من خلال المباريات. فهو بيشتغل على هدفين من جوه بعض زي ما بنقول يعني. أيوه. لان طبعا ما ينفعش يفرط في هدف على حساب هدف تاني طبعا. فهي المهمه يعني سهلة وصعبة. سهلة طبعا عنده إمكانيات كويسة، عنده أوراق كويسة، عنده وعنده تقارب في المستوى عالي جدا. بالزبط. جونيور أجاييه عنده قريب، في جيرالدو، في أفشا، في يعني في عنده عناصر، عنده وليد عناصر. سليمان طبعا، وعنده عناصر كمان في الدفاع كويسة، عنده عناصر في وسط الملعب كويسة، فباكات الطرف كويسة. النهاردة محمود وحيد معاهم موجود، علي معلول طبعا
اساسي، محمد هاني في الباك، يعني عنده اسامي تقدر ان هو يجهز ويشتغل الناس كلها بروتيشن كويس، خصوصا كمان في المراحل الاولانيه جاي من راحه هو بقاله فتره، فعشان ما يحصلش اصابات. كلنا شفنا مباراه المقصه مع اسوان، باولو انفوافي من المقصه جاله شد في الدقيقه 30، فادي فريد جاله شد والاثنين خرجوا. فهنا بقى الحته اللي بس ده كان متوقع، متوقع بس بنسب، يعني لو زادت عن حدها يبقى في تقصير في الشغل. لكن عندنا في النادي الاهلي اعتقد بشكل كبير جدا لعيبه واخده جرعات مظبوطه، واخده الشغل بتاعها مظبوط، تقبل مره مرتين، لكن بعد مع توالي الماتشات خلاص يعني. هي بالمناسبه واتمنى ان ما يحصلش خساره. يعني احنا خسرنا ياسر ابراهيم في مباراه الجونه الوديه، بس دي كدمه يعني يعني مش حاجه عضليه، يعني دي حاجه قدريه. ايمن اشرف جاله حاجه خفيفه لكن لعب النهارده متواجد في المباراه، فنتمنى ان شاء الله ان ما يحصلش اصابات. واتوقع من فايلر بحكم خبراته هيقدر يستخدم الخمس تغييرات في بس البداية. ايمن كان كدمه مش حاجه عضليه، ايمن كدمه. انا بقول لك ايمن كدمه ودي وارده، ممكن في التمرين، ممكن في ماتش ودي، ممكن في المباراه الرسميه عادي يعني. بمناسبه ماتش مصر المقاصه، مصر المقاصه كسب اسوان 2-1. انتهت النتيجه، انتهت المباراه. كابتن عادل، كابتن محمد يوسف جرينا لحاجه اكتر دلوقتي. احنا قلنا كل ثلاث مباريات، كل ثلاث ايام مباراه، يعني هيبقى انت محتاج تقريبا معظم اللعيبه اللي عندك. هنتكلم على موضوع الروتيشن، وخلي بالك في ناس فاكره موضوع الروتيشن ان انت بتغير في كل المراكز، يعني انت مثلا بتغير ثلاثه ورا وثلاثه قدام وثلاثه واثنين في نص الملعب، فاكر ان انت بتغير الفريق ككل. كلمنا عن موضوع الروتيشن. لا وخصوصا يعني... وخصوصا ان النادي الاهلي عنده مباراه كل ثلاث ايام. هو التغييرات هتبقى عامل كبير في الروتيشن. الخمس تغييرات في مباراة هتدي فرصة أكبر للمدرب إنه يبقى عنده، كل مدير فني إنه يبقى عنده فرصة ما كانتش موجودة قبل كده. الأول كان ثلاث لعيبة بس في التغيير، وكنت بتبقى مجبر إنك تشغلهم في أماكن معينة، وبالذات في التلت الأخير، التلت الهجومي. دلوقتي أنت عندك فرصة إن الخمس تغييرات، يعني صعب تعمل خمس تغييرات في التلت الأخير، فهيبقى عندك طبعا فرصة تانية إنك حتى لو عامل ثلاث تغييرات في التلت الأخير أو أربعة، هيبقى عندك عنصر تاني زيادة في إذا كان في نص الملعب أو في المدافعين. ونخلينا منطقيين إن لعيبة نص، لعيبة المدافعين ولعيبة الارتكاز دايماً بيبقوا ثابتين أكتر. حتى لو جبت إحصائيات لكل اللعيبة هتلاقي إن المدافعين ولعيبة نص ملعب الارتكاز هتلاقيهم هم أعلى نسبة مشاركة. وعلى فكرة هم في النادي الأهلي مميزين جداً. الاثنين اللي بيلعبوا، الاثنين واللي بره، واللي بره يعني برضو خلينا فير. لا في ناس موجوده كمان، لو دخلت، لو اخذت الفرصه للناس بدل الناس اللي بتلعب هتديك موضوع اكتر. حمدي فتحي وميسا محمد محمود موجود، وفي لعيبه كتير كويسه تقدر يبقى عندك توليفه كتيره كويس. توليفه تقدر تشتغل بيهم كذا شكل، يعني ديانجو والسولية ممكن يدوك شكل، ديانجو حمدي فتحي ممكن يدوك شكل تاني تستخدمه في مباراه تانية، ديانجو وقفشه ساعات بينزل يلعب 8 ممكن يديك شكل وانت يعني ضاغط فرق ومستحوذ ومحتاج يبقى فيه لعيب زياده. الروتيشن كويس انك تستخدمه في افريقيا كويس. وانا عندي حاجه مهمه ان النادي الاهلي محتاج ان هو يقرص بدري عشان يخلص المسابقه صح. ويبقى مرتاح لافريقيا مزبوط. بس في نفس الوقت ما تدخلوش في اجهاد، ما تدخلش اللعيبه ان هي تدي اقصى حاجه بدري فممكن يدخلك في اجهاد أي. ودي برضو نقطه مهمه وليفربول وقع فيها، خلي بالك ليفربول رجع عايز يخلص بدري فاخدت منه ماتشات كتير جدا، وقبل حتى الكورونا خسرته ماتشات في الشامبيونز ليج. فده مهم ان يبقى فيه، وده دور مستر فايلر مش اللعيبه بس، دور مستر فايلر ان هو اللعيبه محتاجه، يعني محتاج ان هو، مش هقول زي ما كابتن يوسف قالها، ان هو يقنن شغله جوه الملعب. في حاجات بدل ما في حاجات اربع سبرنتات بيتضربوا ورا بعض، في ممكن اشتغل اثنين ثلاثه ورايح في واحده ممكن اشتغلها بشكل تاني، ممكن امشي الكوره اكتر. دي وده برضو كابتن علاء قالها في حته اللعيبه الفنيا كويسين اللي هم مميزين الموهوبين. الموهوب ذكي بدل ما في عنده لعيب سريع ممكن يديه اربع خمس كور يخلص عليه ورا بعض، وممكن واحده يروح واقف موقف الملعب عامل مهدي ريتم المباراه، فاللعيب ده بدل ما يجري الاربع سبرنتات هيجري اثنين. فده برضو ذكاء لعيبه، والذكاء ده موجود عند معظم لعيبه النادي الاهلي، فما بقاش الامور فيها افراط في المخزون اللي عندي ان انا حاسس ان انا كويس وجاهز وابدا اشتغل اطلع اقصى حاجه عندي. هي المفروض يعني الماتشات تتاخد تدريجي، والروتيشن واللعيبه اللي هتدخل كمان جوه الفرقه اعتقد هتقلل ان انت بدل ما كنت يعني بدل لعيب ما يلعب
80 دقيقه عشان عن ثلاث تغييرات، لا ممكن اخلي اللعيب يلعب 60 دقيقه، في ماتشات انا كسبانها ممكن اللعيب يلعب شوط، في اوقات ممكن العب 50 دقيقه، في يعني في كذا حاجه، خمس تغييرات ومش شرط ان الروتيشن يبقى في التغيير اللعيب كامل. بس يعني مش هتجيب مغالاه على عادل في موضوع الروتيشن ده، لان انت في الاخر هتدور على انسجام فرقتك بالشكل العام بتاعك. طبعا بالظبط، انت فاهم، اصل خد بالك يا عادل، الناس بتقول خمس تغييرات وريح وكده، ما انت ماشي، بس لازم عقل برضه ذكاء ان انت في الاخر هتدور على الشكل العام بتاع فرقتك، الفورمه يخش فيها الفرقه كفريق، ما بتكلمش كلاعيبه، كفريق ككل، ما انت لازم توصل للشكل اللي هو دي مهمه برضه، اللي هو التشكيل، اللي هو التشكيل الاساسي او التشكيل اللي انت عايزه هتحافظ. ما انا قصدي ان هو مش لازم اغير الفرقه كلها، لا بقولك طب غير، لا ما ينفعش يعني ممكن اعمل روتيشن بثبات تشكيل، يعني ممكن اعمل روتيشن وتشكيلي ثابت على فكره، ممكن اعمل روتيشن في شوط وشوط. يعني ده كان سؤالي للكابتن هاني العجيزي اللي جاي بقى، كنت عايز اسالك كابتن هاني، ان هل معنى كلام الكابتن عادل ان انت كل ماتش هتشوف تشكيل مختلف للنادي الاهلي؟ اكيد لا طبعا، اكيد انت بيبقى في قوام اساسي انت بتشتغل عليه يا كابتن ايمن، بيبقى في 11، وطبعا احنا في الطبيعي في قبل الكورونا كان 11 بيبقوا اساسيين وفي 3 تغييرات، دلوقتي الوضع بقى 5 تغييرات، فما اعتقدش ان هو هيبقى في يعني تغييرات روتيشن كتير في الماتشات الا في الحاجات الضروريه، يعني مثلا واحد حاسس ان هو ممكن يجيله كرامب، واحد ممكن حاسس ان هو مش قادر نفسه، لان ده طبيعي طبعا، وزي ما شفنا النهارده مباراه المقاصه واسوان في واحد اتصاب من انبي وخرج بالخلفيه، ونفس الكلام لواحد من المقاصه نفس الكلام برده، فده اللي احنا بنتكلم فيه كلنا، ان احنا لازم زي ما الكابتن قال برده لازم اللعيب يبقى بلغه الكره كده يبقى صايع، عارف امتى يجري وامتى يقف، امتى يتحرك، امتى هتقدر تعمل سبرنت، امتى اللعيب اللي عليك اللي بيلعب عليك ده مميزاته ايه، سريع، انت هتقدر ان انت مش هتقدر تجريه، فبتحاول ان انت تبقى في مساحه بينك وبينه، الحاجات دي كلها طبعا اللعيبه مفروض لازم تخلي بالها منها في اول 3 ماتشات، لكن بعد كده الموضوع هيختلف طبعا مع استمراريه الماتشات، مع استمراريه ان انت بتلعب، لان طبعا احنا كلنا قلنا ان الماتشات الوديه غير الرسميه، طبعا بيبقى فيه تفكير غير الماتش الودي، حاجات كتيره بتبقى انت نازل عارف انت بتلعب على 3 بونت، غير انت بتلعب على ماتش ودي مش فارق معاك النتيجه، فالوضع بيختلف، فان شاء الله باذن الله باذن الله يعني ما يكونش فيه اصابات في الانديه كلها، طبعا كلنا بنتمنى ده، وباذن الله ان شاء الله نشوف مباراه ممتعه النهارده من النادي الاهلي ان شاء الله. طيب هنروح لمراسلنا من ملعب مباراه كريم احمد ونعرف منه اخر مستجدات. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن الكبار طبعا، نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان، بالتاكيد طبعا متواجدين في استاد القاهره وكلنا متعطشين، وكل جمهور النادي الاهلي متعطش ان هو يشوف لعيبه النادي الاهلي النهارده في اولى المباريات، مباراه المؤجله من بطوله من الاسبوع 15 من بطوله الدوري العام، الاهلي وانبي ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء، لكن عايز ادخل معاك بقى سريعا يا كابتن ايمن في اجواء المباراه، التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي، الاحتياط يبدا معاك بتشكيل فريق النادي الاهلي، خط الظهر طبعا حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، ايمن اشرف، محمود متولي، محمد هاني، في المنتصف عمرو السولية وديانج، على الاطراف جونيور اجاييه، امامهم محمد مجدي قفشه وايضا جيرالدو ومروان محسن في الامام، ايضا كمان الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي حمدي فتحي، وليد سليمان، علي لطفي، بدجي، احمد الشيخ، محمود وحيد، واحمد فتحي، مصطفى شوبير، ومحمد فخري، كل الامور الحمد لله كابتن ايمن ماشيه بشكل رائع وطيب جدا لفريق النادي الاهلي بالنسبه للاستعداد، بالنسبه للتدريبات الاخيره، وبالنسبه ايضا كمان لتواجدهم في فندق الاقامه، وكان متواجد طبعا زميلي شريف شعبان صباحا في فندق الاقامه، رصد كل الاخبار وكل الكواليس الخاصه بفندق الاقامه، لكن في ملعب المباراه امر مختلف شويه، التجهيزات والتنظيم على اعلى مستوى بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وعايز اكد على نقطتين مهمين جدا يا كابتن ايمن، زي ما شفنا في الدوريات الاوروبيه وفي البطوله الاوروبيه صوت الجماهير اللي كان متواجد في كل لحظه وفي كل هجمه او في كل كره خطره، هنشوف الكلام ده لان كان في بيتعمل عليه بروفات قبل طبعا لحظات بسيطه جدا، ان مع كل هجمه هتقدر تشوف صوت تشجيع جمهور النادي الاهلي، صوت الحماس بتاع اللاعبين، ودي حاجه طبعا اكيد لوضع اللاعبين في الجو الخاص زي طبعا الدوريات الاوروبيه كلها، ودي حاجه اكيد تحصى طبعا لاتحاد الكره وايضا كمان لاستاد القاهره بالكامل، ان في تجهيز كبير ان يكون محسسين اللعيبه ان في جمهور متواجد، محسسين اللعيبه ان يكون في بعض الكرات الصعبه، بعض الهجمات الاهداف طبعا هيكون فيها تشجيع كبير جدا، كلها طبعا حاجات عباره عن ساوند سيستم داخل استاد القاهره، لكن لفته ايجابيه ومهمه جدا طبعا احنا حابين نتكلم عليها، ايضا كمان التعقيم كان بالكامل، النادي الاهلي النهارده قام بتعقيم استاد القاهره بالكامل، المداخل المخارج طبعا دكك اللاعبين او الدكه الخاصه بيه اللاعبين، العدد 9 افراد، فطبعا الامر يكون يعني في مجهود كبير شويه على العاملين في النادي الاهلي
الاهلي وعلى التنظيم، لكن الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل رائع، وبنتمنى ان شاء الله كابتن ايمن يكون اول ثلاث نقاط في نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. انا معاك يا كابتن ايمن لو في استفسارات. حد عنده استفسار يا شباب؟ مفيش حاجه؟ لا لا لا. كابتن علاء، كابتن يوسف، الف شكر يا كريم. الارقام لا تكذب والاهلي بريمو الدوري. نطلع تقرير ونرجع مره ثانيه. هنروح لمراسلنا فاروق صلاح ملعب المباراة وأخبار نادي إنبي والتشكيل. اتفضل يا فاروق. كل التحية للكابتن أيمن شوقي، كل التحية لضيوف ملعب الأهلي الكرام، كابتننا الكبير كابتن علاء ميهوب، الكابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. نقدر نقول بعد غياب أكثر من 151 يوم منذ آخر لقاء لفريق إنبي أمام فريق بيراميدز وهزيمة فريق إنبي في آخر لقاءاته في 11 مارس 2020، يعود من جديد فريق إنبي لمواجهة فريق النادي الأهلي في المباراة المؤجلة ضمن فعاليات الأسبوع 15 للدوري المصري. نقدر نقول فترة إعداد قوية خدها فريق إنبي، قدر أنه يلعب 5 لقاءات ودية كابتن أيمن مع نادي مصر، وقدر أنه يتعادل في اللقاءين. أيضا كان التقى مع فريق أسوان وتعادل بهدف لكل فريق، لعب مع فريق طنطا ويتعادل تعادل سلبي بدون أهداف، قدر أنه يفوز في آخر اللقاءات على فريق المقصة ب4 أهداف مقابل 2، وكانت دي آخر مواجهة لفريق إنبي ولكابتن حلمي طولان قبل مواجهة الأهلي في هذا اللقاء. كابتن حلمي طولان يعني اتكلم عن بعض الغيابات اللي بيعاني منها في هذا اللقاء، بعض الغيابات اللي بيعاني منها فريق إنبي، سواء محمد شريف أو عرف السيد أو عمر بسام، أحمد شكري، محمود قعود، ومحمد رزق، وصلاح سليمان. لجأ مستر كابتن حلمي طولان هو يستعين ببعض اللاعبين الناشئين، ويعني منذ لحظات أعلن التشكيل اللي هيخوض به اللقاء، وهي طريقة يا كابتن أيمن أقرب لطريقة 4-1-4-1، مكون من محمود جاد في حراسة المرمى، قدامه الرباعي علي فوزي، رامي صبري، أسامة جلال، وكريم فؤاد، قدامهم عبد الرحمن عماد عبد الرحمن عامر بطريقه الليبرو والمقلوب، قدامه 2 عبد الرحمن عماد واحمد العجوز، في اليمين محمد بسيوني، في الشمال عمرو ناصر، وراس حرب وحيد هو احمد علي. زي ما قلت لحضرتك كابتن ايمن، يا طريقه اقرب ل 4-1-4-1. الكابتن حلمي طولان كان ليه بعض التصريحات، قال لازم احافظ على الشكل الدفاعي، لان الفريق اللي بيجيد النواحي الدفاعيه ما بيقدرش ان هو نقدر نقول يعني بيبقى فرصه في الهزيمه بتبقى اقل من الممكن ان هو يحقق الفوز. قدر كمان ان هو يتكلم على فريق النادي الاهلي، وقال ان فريق النادي الاهلي من الفرق الكبيره اللي دايما ما بتتاثرش باي غيابات، والنادي الاهلي فريق كبير ودايما فريق البطوله عنده اكثر من لعيب بديل. من النقاط المهمه جدا عايز اقول لحضرتك عليها ايضا يا كابتن ايمن، وجود مراقب طبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يتابع كافة الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الاتحاد المصري أو وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الصحة. والدكتور هاجي الدهاني قدر أنه يعني شاف وتابع كافة الإجراءات الاحترازية الموضوعة من النادي الأهلي واللي بيطبقها النادي الأهلي في هذا اللقاء. لقاء اليوم طبعا بيديره طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا، بيعاونوا في هذا اللقاء أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، صبر إبراهيم حكم رابع، محمود دسوقي ومحمود أبو رجال 2 حكام فيديو. زي ما قلت لحضرتك كابتن أيمن، دي كل الكواليس كل الأخبار في انتظار المواجهة رقم 34 ما بين فريق النادي الأهلي وفريق إنبي، سجل حافل ما بين الفريقين في اللقاءات ما بين الأهلي وإنبي على مدار 33 لقاء، كانت الغلبة فيهم دايما للنادي الأهلي على فريق إنبي. 60 هدف أحرزه من النادي الأهلي في شباك إنبي، بينما فريق إنبي أحرز في شباك النادي الأهلي 33 هدف. كل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذا اللقاء. دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل استاد القاهرة. أنا معاك يا كابتن أيمن لو في أي استفسار أو أي تساؤل. شكرا فاروق مرسلنا من ملعب مباراة، ألف شكر. عايز أذكر سادة المشاهدين مرة أخرى، توقع نتيجة الماتش النهاردة عشان يكون عندك فرصة تكسب أحدث تليفون أوبو ب4 كاميرات من سلسلة رينو 3. يلا شاركونا على مواقع التواصل الخاصة بالقناة، وبالتوفيق للخمس فائزين إن شاء الله. فاصل ونرجع لكم مرة أخرى. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومعانا تشكيل النادي الأهلي كابتن علاء. تشكيل النادي الأهلي، الشناوي حارس مرمى، قدام 4 محمد هاني، محمود متولي، وأيمن أشرف، وعلي معلول، قدامهم 2 نص الملعب عمرو السولية وديانج، 3
تحت راس حربة جيرالدو مجدي محمد مجدي وجونور وراس حربة وحيد مروان محسن 4-2-3-1 الطريقه المعتاده اللي بيعتمد عليها مستر فايلر. ما اعتقدش فيها تغيير كتير خالص. ما بيغيرش بقى بقصد ان هو طبعا داخل الماتش طموحه المكسب. هو لا ما هو طموح المكسب دي حاجه مفروغ منها، لكن انا بتكلم على الطريقه نفسها. ان كان بعض الناس بيقولوا ممكن الطريقه تغير، لكن ما اعتقدش مستر فايلر بيغيرش طريقته، ودي اعتقد ان انسب للنادي الاهلي. 4-2-3-1 اللعيبه كلها بتلاقي حريتها فيها، ما عندوش مشاكل خالص، عنده ما شاء الله نص الملعب هو دايما يديله امتياز في الحل الدفاعي والحل الهجوميه كمان بعمر السلاوي وديانج، بيفرقوا مع النادي الاهلي، خصوصا في حاجه كمان مهمه قوي يا ايمن، مش الحته الدفاعيه، الحته الدفاعيه بيعملها كويس قوي، الحته الهجوميه كمان. ما هو ما ينفعش ابقى بدافع بس، لا الحته الهجوميه بيعملها كويس قوي، مريحين محمد مجدي. اعتقد النادي الاهلي التشكيل ده يمكن كتير قوي من جماهير النادي الاهلي متوقع التشكيل ده، ممكن يبقى بعض الاشخاص يعني ممكن اشرف ممكن متولي، لكن التشكيل النادي الاهلي نفسه اعتقد الناس كلها متوقعه التشكيل ده. او مثلا كنا ممكن متوقعين ان احمد الشيخ يلعب مكان جيرالدو، لكن احمد الشيخ كان بيشتكي من اصابه من يومين كده، يعني اتاكد ان هو كويس وموجود في ال... طيب انا عايز اعرف حاجه بمناسبه في حته في الكابتن علاء بيقولها، ان هو المستر فايلر ما بيغيرش الطريقه. هو ممكن ما يغيرش الطريقه، بس ممكن يحط اشخاص، يعني مثلا في 4-2-3-1 ممكن يلعب رقم 10 عنده قدرات المهاجم، فبتبان للجمهور ان هو 4-4-2 صريح، يعني زي اوجي، يعني زي اوجي وكهربا، ممكن اتنين بيلعبوا ما بيلعبش فيلود صريح، بس بيسقط ما بين التسعه وما بين العشره، فهو مش باين لا هو 10 ولا باين تسعه صريح، فبيديك الانطباع ان في 4-4-2 صريح في الملعب. لكن هو اوجي ممكن يعملها، يعني ممكن في وقت من الاوقات تلاقي قفشه ناحيه اليمين يعني تغيير في المراكز وارد. وان قبل كده كابتن يوسف حصلت مع كابتن يوسف وكابتن حسام بدري في وجود ابو تريكه وعبد الله السعيد، ان عبد الله السعيد في وقت من الاوقات كان بيلعب ناحيه اليمين، اعتقد في لعب مباراه الترجي في تونس لعب ناحيه اليمين صح اعتقد مزبوط، ولعب 4-4-2 وكان باينه ان هي 4-2-3-1 بس كنت واحنا في الشكل الدفاعي كان باين ان هو 4-4-2 صريح يعني. طيب كابتن محمد يوسف، تشكيل فرقه انبي وطموح فرقه انبي المباراه. تمام، انبي هيبتدي بمحمود جاد في حراسه المرمى، واربعه خط ظهر في اليمين علي فوزي، وجنبه اسامه جلال، رامي صبري، اثنين مساكين في العمق، وبعد كده كريم فؤاد، وده احد اللاعبين تحت السن ناشئين امبي باك ليفت. هيلعب احمد العجوز وعمرو ناصر وعبد الرحمن عامر، دول ثلاثه وسط ملعب. هيبقى في عبد الرحمن عماد، ده برضو احد الناشئين. النهارده كابتن حلمي بيلعب بثلاثه تحت السن، ثلاثه عبد الرحمن عماد في اليمين، بسوني في الشمال، واحمد علي راس حرب. واضح طبعا من التشكيل، خمسه في وسط الملعب، عندك بسوني وعندك عبد الرحمن عامر وعندك عمرو ناصر، ده احد برضو اللعيبه الصغارين تحت السن. النهارده في ثلاث لعيبه، كريم فؤاد وعمرو ناصر وعبد الرحمن عماد. انا يعني جراه وفي نفس الوقت مخاطره، بتلعب مع تيم كبير، بتلعب مع تيم زي النادي الاهلي متصدر دوري، حاطط ثلاثه وحاطط كمان الرابع بتاعهم زياد كمال، ده برضو احد النتائج او النتاج من قطاع الناشئين. ممكن ما يكونش عنده، ممكن يكون عنده نقص، عنده نقص نتيجه اصابات، نتيجه يعني غيابات، ممكن يكون عايز يديهم فرص يعني. بس هنشوف البدلاء فيهم لعيبه موجوده ما كانوا بيلعبوا مع في انبي. في عمر سبيولا هو بيدور على حاجه محمد، واضح يعني كابتن حلمي على المجهود، على المجهود بالظبط، يقول لك ان اللعيبه دي هتبذل مجهود، عندهم الحته البدنيه هيقدروا يجروا، بس طبعا في الماتشات الكبيره مع النادي الاهلي فريق كبير محتاج خبرات برضه، محتاج ازاي تعرف تقف، ازاي تعرف تقفل على لعيبه كبار، واحد زي علي معلول، واحد زي محمد هاني عنده في وسط الملعب برضه، والاستحواذ دي مهم جدا. فهنشوف، لكن احمد العجوز طبعا واقف قدام الديفنس بحكم ان هو ديفندر، فهيبقى واقف قدام على طول رامي صبري واسامه جلال. الكابتن حلمي بطبيعه الحال بيلعب طبعا ترتيبه العاشر، فبيلعب سوري اسف السابع، يعني عايز يطلع باقل خسائر من التشكيل او من الشكل. عنده حميد ماو بره ممكن يبقى بديل يقدر يستفيد منه في الحته الهجوميه، لكن معظم التشكيل وسط ملعب، وسط ملعب دفاعي، فده يتبين او تديك مؤشر ان هو عايز يطلع بنتيجه تعادل، يعني اذا ما خسرش يبقى ياخد نقطه يعني، فاهم قصدي؟ بس في البدلاء في سافيولا وميسي،
عمر لا احمد عادل ميسي ده بكيف والله مكتوب هو سافيولا وميسي ما انا اقول لك سيبك من اسمه هو اسمه ميسي بس هو بيلعب باك ليفت هو بيلعب سافيولا وميسي واحتياطي انت بتتكلم عمر سافيولا عمر سافيولا كلنا عارفين عمر سافيولا عمر سافيولا لعيب وسط ملعب لعيب كويس على فكره لعيب من اللعيبه كويسه لكن ميسي احمد عادل ميسي يخدعك شويه هو باك ليفت هو انا اتخدعت عم هو باك ليفت هو بديل نص ملعب مين نص ملعب مهاجم هو ميسي لا 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 بيلعب باك ليفت اصل انا اتفرجت بالصدفه يعني اتفرجت لفرقه ام بي على حوالي ماتشين ثلاثه ودي انت عارف الفتره اللي فاتت دي ما كانش يعني ماتشات الدوري واقف طبعا ما فيش فكان بيلعبوا ماتشات وديه كان بتذاع على طول كل ماتشات وديه فتابعت يعني احمد علي كمان من الاوراق القويه جدا كابتن حلمي جابه من بيراميدز وبدا يجهزه انا شايف انه هيلعب دور كبير مع احرز هدف كانوا بيلعبوا اسوان وكانوا خسرانين احرز هدف جميل جدا جاب هاتريك الماتش اللي فات كمان جاب هاتريك المقصه في ماتش المقصه فكابتن حلمي هيرجع احمد علي اعتقد انه هيبدا يرجع واحمد علي من اللعيبه الهدافه من اللعيب اللي بيعرف يتمركز في ال 18 كويس بيلعب بدماغه كويس جدا بيعرف يلعب بدماغه كويس جدا وفي نفس الوقت كمان محطه كويسه ف ده برده من الاوراق او من العناصر المميزه جدا ممكن السرعات عنده مش عاليه لكن بيستغل قوي الكروسات كويسه ممكن تطلع عليه من هجمه تحط الكره عليه بسيوني عندك سرعات كويسه جدا عبد الرحمن عماد وبسيوني عندهم سرعات كويسه تقدر يطلعوا على هجمه مرتده فدي برده تخلينا فريق الاهلي مهم جدا وهو بيهاجم انه يبقى واخد باله من المرتدات اللي ممكن يطلع عليها كابتن حلمي وده اسلوب كابتن حلمي الحته البدنيه طبعا مميز فيها وعشان كده حط عناصر صغيره وفي نفس الوقت كمان هيبقى قافل وعايز يطلع على الهجمات المرتده عن طريق السرعات اللي قلنا عليها هو اسلوب لعب الكابتن حلمي دايما يعني هو بقاله اكتر من 20 25 سنه بيثبت الطريقه بتاعته على مزاجه هو يعني هو عنده طريقه معينه بيلعب مثلا 4 3 3 هو بقاله 20 سنه بقاله 20 سنه بيلعب كده بيخلي الاطراف تفتح بالظبط كده بيخلي الاطراف كمان تقفل على طرفين الملعب اللي قدام اللي هو زي علي معلول ومحمد جبريل وترجع كابتن كمان بيرجع يرجع لحد ورا يعني احنا لو خدنا بالنا كمان بالذات من الطرفين بتوع الكابتن حلمي طولان دايما تلاقي في الشوط الثاني اول التغييرات هم الطرفين دول عشان بيتعبوا كابتن نتيجه المجهود الكبير اللي هم بيعملوه بالظبط بيتعبوا وام بي الطريقه اللي بيلعب بيها دلوقتي كانت مناسبه وفي وجود محمد شريف صحيح يعني وجود ام بي في تلت الملعب الدفاعي وانه يسيب مساحه كان موجود فيها محمد شريف كان بيقضيها بشكل كويس جدا مظبوط وده شكل فرقه ام بي من اول ما كابتن حلمي مسك اول ما كابتن حلمي مسك كانوا بيوقفوا بشكل كويس في 30 يارده او 40 يارده وبقى في مساحه كبيره جدا لمحمد شريف بس هل ده النهارده هيبقى مناسب في وجود احمد علي في السن مش صغير في فرق كبير طبعًا. في السن بينه وبين محمد شريف في فرق في السرعات هو لعيب كبير احمد علي لعيب كبير جوه الصندوق بيشتغل على العرضيات كويس هداف مظبوط بس هيبقى عنده مشكله في النقله دي ما فيها مشكله شويه كابتن يوسف قال ان في اتنين عندهم سرعات بس يعني لما محمد شريف بقى موجود سرعات بتزيد قوي سرعات بتزيد وفرقه ام بي كل فرقه ام بي فرقه كاونتر اتاك وفرقه كور ثابته بالظبط ام بي مسجل 18 هدف منهم 13 هدف محمد شريف 9 رامي صبري 4 اهداف من كور ثابته مظبوط هم عندهم كاونتر اتاك كويس وعندهم كور ثابته كويس فدي نقطتين اللي لازم النادي الاهلي يعمل حسابهم جدا جدا النهارده في الكور المرتدات والكور ثابته هو عندهم حاجه ثانيه كمان هم تقريبا هم جايبين 18 هدف عليهم 18 هدف يعني هم كل مباراه على الاقل بيستقبلوا هدف بيستقبله بس يعني الفتره اللي مسك فيها كابتن حلمي اهداف قلت شويه كان عندهم كلين شيت كتير اعتقد يعني ان هو في كذا كلين شيت فتره مسك كابتن حلمي عمل طفره مع ام عمل طفره انا كان انا فاكر انت عارف ام بي كان في الترتيب الكام الاسبوع اللي فات كنت بكلم الكابتن حلمي اوكي كنت عايز اعرف شويه معلومات فكلمته فهو راجل واقعي جدا يعني وقال لي ان هو اول ما مسك كانت مخاطره بالنسبه له ان هو مسك بعد 5 مباريات كان عنده نقطه واحده صح وانا بساله عن اللعيبه والطموح وقال لي انا طموحي هو في المركز السابع فانا توقعت ان هو هيقول لي ان انا ببص على المركز السادس على المركز الخامس يعني فهو كابتن حلمي قال لي انا عايز اقعد في الدوري تصريح واقعي يعني انا شايف ان ده تصريح واقعي جدا وان الامكانيات اللي موجوده لعيبه ام بي عنده لعيبه كويسه ولكن ما تاهلوش انه يبقى موجود في مربع الذهب هو تصريح واقعي والتصريح الامثل ان هو ما يحطش
وبرده تصريح ما يحطش ضغط على فريقه سعاد وما يحطش ضغط الاداره. معلش يعني بس امكانيات يعني نادي الانبا كابتن ضاري يعني كبيره يعني. معلش مع احترامي طبعا الكابتن حلمي مدرب كبير واستاذنا وخبراته اعلى مننا، بس ما ينفعش ابقى انا ماسك امبي ويبقى حلمي او هدفي البقاء في الدوري. يعني الكلام مال طنطا يقولوا ايه؟ اصل هو استلم الفرقه ماشي بالضبط. ما انا استلمت الفرقه في 5 أسبوع من الدوري، لسه عندي 29 اسبوع وفي توقف كمان يا كابتن يوسف. كابتن علاء الطبيعي تبقى فين؟ ماشي يعني عادل بيقول اذا ما دخلتش المربع الذهبي كويس نتيجه مثلا ممكن في وجود طبعا اهلي زمالك بيراميدز مقاولين يعني في فرق، لكن المنطقي ده الوضع الطبيعي انت بتقول على الوضع الطبيعي. هو استلم في ظروف غير طبيعيه. هو الهدف اللي مسك فيه كابتن المسك وقتها كابتن حلمي بس مش كان ان هو يخرج من القاع كان ان هو يخرج من منطقه القاع، فمش من منطقي خلاص ده ان هدف. هو يخرج ان يخرج ان يعمل اهداف تانية. بس بالك برضه كابتن بس عادل هي الدوري مراحل، ساعات الانديه مراحل. ساعات الانديه بتحط ضغوط على المدرب انه بيتفق معاه على هدف بعد ما يمشي شويه الهدف يتطور شويه لك طب احنا عايزين لا انت بتخرجني بره الهدف اللي انا موجود فيه. انا ممكن اوصل للهدف اللي هو بتاع المربع الذهبي او المراكز المتقدمه بس ما تعملش عليا ضغط او ما تضغطنيش. فاهم قصدك بس بالتالي اللعيبه بتاعتي لما تيجي تضغط هتروح لمنطقه تانية. الماتشات اللي انا بجمع فيها نقط ان بدل ما اخد نقطه من ماتش مثلا الاهلي واخد ماتش من نقطه من الاسماعيلي هبقى نازل المباراه ان انا عايز اكسب الاهلي والاسماعيلي، فبالتالي لا هاخد النقطه دي ولا هاخد النقطه دي فهلعب مفتوح. فبالتالي الفكره اللي بيشتغل عليها كابتن حلمي هي خلاص راحت. هو بيلعب بدل ما بقى فرقه كاونتر اتاك بقى هو فرقه استحواذ وفرقه عايز تكسب. لا 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 بالعكس انا ممكن اوصل للهدف بتاعي برضو بطريقتي، طريقه التكتيكيه التقفيل او ما هو اصل خلي بالك الطريقه ان انا اقفل وان انا العب على المرتدات وان انا يعني استسير او اسحب الفريق اللي قصادي عشان يبدا يندفع ثم استغل المساحات اللي وراه. دي كلها اساليب لعب واساليب لعب كويسه. بس انا بتكلم في ايه؟ بتكلم في ان الهدف الاجمالي بتاع الموسم هو مراحل. انا استخدت الفرقه الاول كانت عندها نقطه من 5 ماتشات وده وضع مش طبيعي الامبي. بدات امشي اتحسن الوضع معايا وبدات اطلع وابقى سابع. المفروض النهارده امبي تبقى طبيعي في الحته دي، سابع سادس خامس، لان امبي عنده تاريخ، امبي عنده فرقه وعنده امكانيات. من الفرق يا كابتن ايمن اللي هي عندها استراتيجيه وعندها نظام اداري كويس. يعني انا قصدي ايه؟ ان مش ما ينفعش اقول هدف البقاء أكبر من كده. هدف البقاء يعني بتتكلم في ان انا ابقى 13 14 15 حاجه كده، فصعب جدا ان ابقى ده الهدف بتاعي يعني. فاهم قصدي؟ والا في فرق معلش يعني معلش اقل امكانيات سواء ماديه او كفنيه لعيبه مع جهاز فني. طبعا كابتن حلمي من المدربين الكبار جدا في مصر ومن المدربين عندهم تاريخ، فكل الحاجات دي تؤهلك وتخليك ان انت تخش في يعني منافسك. كابتن هاني عايزين نتكلم على النادي الاهلي وبدايته النهارده في المباراه. اكيد يا كابتن ايمن النهارده النادي الاهلي هينزل من اول مباراه ضاغط على نادي امبي ان هو يقدر عايز يخلص الماتش بدري. طبعا مش هيبقى عايز ان هو النهارده يخسر لعيبه، لان طبعا اكيد اللعيبه برده مش هتبقى جاهزه 100% ان هي تقدر تطلع المجهود بتاعها كله في المباراه. اتوقع ان اللعيبه برده النهارده هتنزل، في لعيبه النهارده اساسيه مش موجوده زي رمضان صبحي زي كهربا. الناس دي برضو في جيراردو ما كانش بيلعب الفترة اللي فاتت، بدأ ان هو يدخل النهاردة فعاوز ان هو يثبت نفسه للراجل. مجد أفشا موجود الفترة اللي فاتت ما فيش عنده اي مشاكل خالص. انا شايف ان اللعيبة هتنزل يا كابتن ايمن عايزين ان هم يطلعوا كل اللي عندهم طبعا. فطبيعي ان انت برضو مش جاهز 100% بالنسبة للماتشات الرسمية اللي قلنا عليها، الماتشات الودية غير خالص، فهتنزل النهاردة هتبقى عايز تطلع كل المجهود بتاعك. فلازم النهارده تحدد انت عايز ايه من الماتش، عايز تطلع من الماتش بمكسب. اهم حاجه اول حاجه 3 بونت طبعا، تاني حاجه ان انت تطلع سليم، يعني ده اللعيب الذكي اللي هو يقدر يفكر بالمنطق ده. انا شايف ان النادي الاهلي متوقع النهارده ان شاء الله ان هيعمل اداء عالي جدا، لان احنا شفنا الماتشين الوديين اللي لعبهم اذا كان مع سموحه او اذا كان الماتش الثاني كان مع الجونه. فالنادي الاهلي كان يعني باين ان اللعيبه فريش، باين ان اللعيبه جاهزه، ما فيش عندهم اي مشاكل خالص. زي ما قلت لحضرتك هي النهارده برده التيم اللي موجود النهارده، التشكيل اللي موجود ما فيش فيه تغييرات كتيره. هو الناس هي اللي بتلعب، كان محمود متولي، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، عمرو السوليه، فالناس كلها رجلها في الملعب لغه الكوره يعني. فاعتقد النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيقدر ان هو يعني يسيطر على الماتش من بدايه المباراه. وبرده زي ما احنا قلنا ان الكابتن حلمي
العاده بتاعته ان هو بينزل يقفل في الاول، لانه طبعا بيلعب النادي الاهلي نادي كبير طبعا، وهيبقى مش عايز اقول خايف، لكن طبعا هيبقى فيه حرص شويه ان هو يقدر ان هو يهاجم في اول المباراه، فهينزل طبيعي ان هو ينزل مقفل لحد ما يشوف الدنيا هتمشي ازاي، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يخلص الماتش من بدري ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا كابتن علاء على التقفيل الدفاعي اللي هيعمله الكابتن حلمي، وخصوصا على الطرفين على علي معلول ومحمد هاني. عايزين نعرف دور عمرو السوليه واليو ديانج في النواحي الهجوميه مع مجدي قفشه واجايه وجيرالدو. يمكن انا اتكلمت ايمن وبقول لك ان هم التطور اللي حصل في المنطقه دي ان هم الاثنين دايما بيكملوا الحته الهجوميه، مش لو بيقطع الكره وخلاص على كده مهمته انتهت، لا الكره الوقت في كل العالم دايما دايما في المكان ده الوقت، كان زمان يقطع الكره ويسلمها لاقرب واحد كويس. دي مهمته الاساسيه. لو اما الحته الهجوميه بقى ماشي اللي هو يعني انت عملت حاجه زياده، الوقت لا لازم الراجل في نص الملعب ده يبقى عنده الحته الدفاعيه اعلى شويه، لكن كمان حته هجوميه واضحه يعرف يمكن نكمل، ممكن يعمل تسديد شوت كويس او على الجول، ممكن يطلع جنب الاجناب، لازم يبقى ده بيتحرك كمان، لان الوقت زي ما بقول لك انا كنت دايما بقول الكلمه دي، انت المباراه كلها بتدور على مساحات تتحرك فيها لعيبتك، دايما اللعيب المهاري بيدور على المساحه وبيدور على وقت، فلو الاثنين دول هم دايما ثابتين كده يبقى عندك مشكله. طبيعي جدا النهارده زي ما كابتن حلمي هيلعب زي ما كان بيتكلم يوسف دلوقتي، لو لعبنا اللي هي بالطريقه اللي هي كل واحد بيباص الكره ويقف انت مش هتروح لجول انبي. يعني كابتن حلمي مدربيه عرفوا يقفلوا كويس اول الملعب، وعارف النهارده كابتن حلمي نوعيه لعيبه النادي الاهلي. النهارده هتلاقي في حركه دايما من عمرو السوليه وديانج، ودايما هتلاحظها النهارده ايمن دايما في واحد بيتحرك مع الكره وواحد دايما ثابت في نص الملعب طبعا، خصوصا الكره المرتده اي حاجه مش معمول حسابها، في واحد على الاقل واقف ويبدا الجنب اليمين او الشمال يرجعوا تاني. الاغلب اللي بيكمل عمرو السوليه، عمرو السوليه عملها السوليه دايما بيشوط زي ما كان بيتكلم هاني دلوقتي، ودايما في الكوره عاليه بيطلع عنده التكون بتاعه كويس قوي، الارتقاء بتاعه كويس قوي، والتايمنج بتاعه كويس جدا، التتزاك كويس قوي دايما عمرو السوليه. ما اعرفش اذا كان قايله مستر فايلر ولا لا، لكن او حتى لو منه هو دي تبقى حاجه كويسه، ان هو دايما بيبقى ليه الاولويه عند ديانج. يعني انت فاهمني الحاله الوحيده اللي عمرو بيستنى فيها لما كان بيتكلم عادل على التشكيلات المختلفه في النادي الاهلي لو لعب جنبه محمد مجدي. نستاذنك بس حاجه بسيطه، هنروح نستقبل عبر سكايب مهاجم من العيار الثقيل ياما اسعد جماهير النادي الاهلي معانا ومعاكم فلافيو. اهلا بيك فلافيو على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي ليك وتحيات كل الكباتن الموجودين في الاستوديو. دايما شرف لي ان اكون متواجد مع المصريين في اي مجال، وشكرا جدا لكم. فلافيو بتتابع مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المصري؟ algumas vezes, né? Não muito assíduo, mas انا مش بتابع كل المباريات، لكن من فتره ثانيه بتابع فعلا مشوار النادي الاهلي، وبتابع الماتشات اللي هي الاقوى او الاصعب، لكن دايما بحاول ان اعرف عن طريق اصدقائي امور النادي الاهلي ماشيه ازاي ووضع الفريق واذا كان بتلعب كويس ولا لا. شايف فرص النادي الاهلي ازاي في الفوز ببطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا؟ النادي الاهلي دايما مرشح للقب. ودايما بيبقى عنده احسن لاعبين في مصر. الاهلي عنده امكانيه كبيره جدا انه يفوز اي منافسه يدخل ينافس فيها. بندعي دايما وبنامل ان الاهلي دايما يفوز بالبطولات ويكون البطل. كورونا طبعا اثرت بالسلب على كل الرياضات في العالم، شايف فتره التوقف الكبيره ديت النادي الاهلي هل هيتاثر بيها فنيا وبدنيا؟ انا شايف ان فعلا بياثر على الكل، بياثر على كل الفرق.
se calhar algumas as mais as que, a que estavam tão piores. لكن في فرق التأثير هيبقى عليها أكبر. E as que estavam melhor voltam mais debilitadas. Então. حسب الفرق قبل التوقف كانت عاملة إزاي فمستواها يضعف أكيد بعد التوقف. فهي أكتر عملية نفسية للاعبين. بإن هم يأهلوا نفسهم بأسرع وقت ممكن للفورمة الطبيعية بتاعتهم. النهاردة النادي الأهلي أول مباراة لي بعد التوقف مع فريق إنبي. كلمني عن ذكرياتك مع فريق إنبي. أنا حرصت في بعض المباريات أهداف في إنبي وكانت ماتشات صعبة. لكن كنا بنكسب دايماً. في الأربع سنين اللي لعبت فيهم كنا بنكسب دايما. أنا مش فاكر إن احنا تعادلنا في مباراة من المباريات، لكن المباريات كانت دايما بتبقى صعبة وكنا بنفوز فيها. إيه الدوري الأغلى لفلافيو مع فرقة النادي الأهلي ما ينساهوش؟ اللي كان مع الإسماعيلي وجاب في جول 2008. Eu acho que foi o último mesmo. Cara, chefe, آخر دوري آخر دوري الفترة اللي كنت موجود فيها. 2008-2009. أنا شايف إنه كان أصعب دوري لأن إحنا رحنا لغاية النهائي خالص عشان نفصل اللقب. لكن الحمد لله إن إحنا قدرنا نحصل لقب من الإسماعيل. ولكن هذا كان أنا شايفه إنه كان أصعب دوري ليا في الفترة اللي كنت موجود فيها. قول لنا إيه أصعب فريق منافس لعبته ضده وكمان أصعب مدافع لعبته ضده؟ المنافسة في معظمها كانت صعبة وقوية، لكن الماتشات مع الإسماعيلي كانت دايما أكثر صعوبة بالنسبة لنا. أنا شايف إن المنافسة كانت كبيرة. Passavam a ser muito, muito agressivos. لأن في مباريات كانت بتبقى قوية جدا في اللعبة. أنت مهاجم من طراز رفيع وكان ليك علاقات حلوة قوي مع جمهور نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي كان بيحبك. هل هذه العلاقة ما زالت لحد الوقت مستمرة؟ دايما بتجيلي رسائل من بصوره عامه من الجماهير على فيسبوك وعلى الانستغرام. دايما انا على تواصل معهم وفيها حديث بيني وبين بعضهم. عايزك توجه نصيحه مهمه لمهاجمي الاهلي خلال الفتره المقبله وخصوصا ان هو داخل على مرحله صعبه من مراحل الدوري العام ومرحله اصعب في دوري ابطال افريقيا. No trabalho e as coisas, claro. A maior التركيز في الشغل وبالتاكيد الامور por isso é claro e as coisas. شكرا فلافيو على المداخلة الجميلة دي. كابتن عادل نرجع لك مرة تانية. وكان الكابتن علاء بيتكلم على الدور اللي هيلعبه عمرو السولية وأليو ديانج في النواحي الهجومية. ازاي الاتنين دول مع أفشة وأجاييه وجيرالدو يعملوا مساحات للي جايين من الخلف زي علي معلول ومحمد هاني؟ هو النهارده المباراة طبيعتها ان المباراة كلها هتبقى في 30 متر الأخير في حالة استحواذ النادي الأهلي، فبالتالي الأطراف هتلاقيها متقدمة أكتر إذا كان هاني أو علي معلول، وده اللي شفناه أكتر في الماتشات اللي فاتت، الماتشات الودية كمان. الأهلي هيضغط من قدام طبعًا.
لا انا بتكلم في الاهلي اكيد هيعمل ضغط عالي وده هيبقى متنوع فحسب اوقات المباراه ولكن انا بتكلم في حاله الاستحواذ. حاله الاستحواذ في ال 30 متر الاخيره بنلاقي محمد هاني وبنلاقي علي معلول وبنلاقي كمان الرباعي الوينجين بيدخلوا جوه في المساحات اللي ما بين خط ال 18 وما بين قوس ال 18 بيبقوا موجودين من الداخل مع وجود اثنين جوه ال 18 كمان مروان محسن او وجود قفشه. يعني احنا ممكن نهاجم بخمس ست لعيب او انت بتهاجم في الوقت من الاوقات في المباراه الوديه كنت بتهاجم بست لعيبه وكمان وجود كمان ديانجو والسوليه معاهم. أيوة. ديانجو والسوليه دورهم يعني الفريق التحقيق اتكلم فيه ان السوليه دوره اكتر في التصويب. انا شايف ان ديانج كمان عمل حاجه للنادي الاهلي ما كانتش موجوده الفتره اللي فاتت خالص ان لعيب بيعمل دريبل كويس بيقطع بيها خطوط وهي كانت ما كانتش موجوده على مر الاخر 20 سنه. ال 20 سنه بتلاقي لعيب رقم 6 ثابت وبتلاقي لعيب تاني 8 بيروح ويجي بشكل كويس بوكس تو بوكس ولكن أي. ان لعيب رقم 6 يقطع خطوط دي ما كانتش موجوده كتير. ديانج عملها في ماتشات كتير جدا وسجل عمل منها فرص والاهلي سجل فرص سجل من اهداف من الكره دي ان هو بيقطع خطوط بالكوره ساعات بيلعب واحد على واحد كتير في نص الملعب بس دي فيها ده شق هجومي كويس جدا ولكن في الشق الدفاعي هتبقى فيها مشكله جدا لو الاهلي لعب بالطريقه دي وطير الاثنين الباكات مع كمان وجود الاربع لعيبه الخط الامامي في ال 18 مع وجود السوليه وديان كمان هيبقى عدد كبير بالذات كمان ان فرقه ام بي فرقه هجمه مرتده مزبوط. ودي سلاح ذو حدين فانا شايف ان لو وجود السوليه وديانج كتير لازم واحد من الباكين لازم يقف في وجود ثلاث لعيبه معاهم كمان واحد رابع من السوليه وديانج حتى لو هم تحت خط الكوره مش لازم يكونوا واقفين تحت بس لازم يكونوا تحت خط الكوره فدي نقطه مهمه جدا واعتقد ده دور ديانج والسوليه النهارده. كابتن محمد انت من المديرين الفنيين اللي كسبت ام بي نتيجه تقيله قوي كسبت 5-1 وما شاء الله الموسم اتلغى كويس هل بعد مدة الغياب الطويلة دي ممكن نشوف غزارة أهداف الشوط الأولاني؟ بص يا كابتن هو طبعا ده حصل في موسم 2013-2014 دوري بعديد اتلغى عشان الثورة الخامسة دول الثورة بتاعت 2006 لو رجعنا للإحصائيات هتلاقي آخر 10 مواجهات ما بين الأهلي في الدوري إم بي والأهلي في الدوري الأهلي كسبان 6 تعادل 3 خسارة مره واحده واحد. بس ام بي قدر يفوز على الاهلي ف منهم مره كانت 4-1 يعني منهم مره كانت 4-1 في اخر 10 مواجهات انا ما يعني مساله ان يتم احراز اهداف في الشوط الاول وارد ما اقدرش اقول لك يعني انا للنادي الاهلي ولا الفريقين لا للنادي الاهلي للنادي الاهلي وارد بس في نفس الوقت كمان لازم نحط في حساباتنا ان الفرقتين جايين من وقت كبير فتره طويله مش هيبقى في الحاله او يعني عايز اقول ايه الحاله الفنيه مش هتبقى على اللي احنا فاكرينه قبل التوقف فمن هنا ما اعتقدش هيبقى في غزاره اهداف النتيجه كبيره هتبص تلاقي مثلا 5-6 اهداف في المباراه ما اعتقدش الحته دي هتبقى موجوده طبعا كره القدم فيها كل حاجه لكن انا بقول لك التوقع يعني لكن دائما مباريات ام بي والاهلي او الاهلي وام بي ايا كان مباريات قويه لان النادي الاهلي طبعا تاريخه فريق بيلعب على هدف واحد وهو الفوز ثلاث نقاط في اي فترات او اي مراحل سواء متصدر سواء ترتيبه متراجع كسب بطوله ما كسبش بطوله الاهلي عنده هدف واحد وهو الفوز في جميع المباريات بتاعته والحصول على ثلاث نقاط ام بي ايضا من الفرق اللي بتحب تلعب قدام الاهلي عشان انت عارف الاهلي فاترينا الاهلي كل فريق بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يصيط نفسه وعايز يثبت نفسه اللعيبه عايزه تعبر عن نفسها المدير الفني عايز يعني يقول انا عملت نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي فمن هنا هو فريق كويس يا محمد إيه؟ من يوم ما طلع دوري ممتاز وبيعرف يجيب فرقه كويسه عنده فرقه كويسه وهو ده بيعرف يجيب لعيبه كويسه مطلع زي ما انت شفنا وقلنا كابتن علاء انه عنده اربع لعيبه كابتن امام محمدين يمكن انتقل للاتحاد السكندري لكن من الناس اللي عملت قطاع ناشئين لنادي ام بي بقوه وهو اللي اسسه والدليل على كده ان الكابتن حلمي حاطط النهارده ثلاثه بادئ بيهم وفي الرابع كمان محطوط في موجود في البدلاء فام بي دائما يعني عنده جرأه عنده بتتنوع بقى الطرق يعني بيلعب مثلا قافل ويلعب على مرتده بيلعب دفاع وسط ملعب ايا كان لكن عنده الطموح
وعنده الـ 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 يعني الـ الـ الروح ان هو يعمل حاجه قدام النادي الاهلي، لكن يبقى ان صعب مع الاهلي. اعتقد مع فريق شغال باستقرار مع مستر فايلر الفتره الاخيره كلها في بدايل، في اوراق عندك تقدر تشتغل عليها، وفي نفس الوقت كمان الريتم بتاع يعني يمكن كان عادل بيتكلم على عمرو السوليه وعلى ديانج. لا ده انا بقول لك كمان بقى ان علي معلول ومحمد هاني كمان في تعليمات للمساكين محمود متولي وايمن اشرف ان هم يزيدوا، يعني في مفيش مانع ان في التكتل ولا لا 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 في اثناء التحضير اثناء التحضير ليه؟ لان انت في الخماسي بتاع وسط الملعب بسيوني وعبد الرحمن عامر واحمد العجوز وعمرو ناصر هيعمل لك تكتل في وسط الملعب، دي اللي ممكن يفكها لك لو سرد باك زي محمود متولي كورته كويسه وكان بيلعب ديفندر في الاسماعيلي وعنده قدره انه يلعب ديفندر وعنده قدره انه يلعب مساك، فممكن يعمل لك زياده عدديه في وسط الملعب ويبدا يفك لك الايه التكتل ده. طبعا بالاضافه ليه ان تقدم علي معلول مع تقدم محمد هاني هيخلي جونيور اجاي قرب قوي هو وجيرالدو للداخل عشان تفتح المسافه تفتح الايه ال 20 متر اللي على الخط دول، وبالتالي هتديك القرب ده مع السوليه ومع ديانج هيبص لاقي عندك انت استحواذ كويس في وسط الملعب. النتائج بتقول اخر 10 مباريات 6 فوز للاهلي 3 تعادل وخساره واحده، تديك انطباع ان الاهلي الاقرب يعني. بنشكر نجومنا نجوم التحليل ونروح نتفرج على المباراه، نرجع لكم بين الشوطين اعزائي المشاهدين.